وذلك أن الحلف بالله عز وجل يقع على صورتين اثنتين. الأولى في حكم الشريعة، إذا اختصم اثنان فأحلف القاضي أحدهما فحلف بالله عز وجل، فيجب على المحلوف له وهو خصمه أن يرضى. النوع الثاني ما يجري بين الناس مما قد يعتذر به بعضهم، فيقول والله لقد نسيت الموعد، والله لم أتمكن من الإتيان في الموعد الذي حددته ونحو ذلك. هذا ينبغي أن تحسن بأخيك الظن وتقبل منه الحلف. لكن لو جزمت أن هذا الذي حلف بالله كاذب أقرضته بالأمس 1000 ريال وقال سأردها لك الليلة، فلما أتيته قال والله ما أقرضتني شيئا، أقرضتك البارحة، لا يمكن أن تنسى، وكنت تقول إنك شديد الحاجة إليها، وربما ذكرت أنك ستسجن إن لم تسلمها، وأتيتني ملهوفا، ثم الآن تحلف أنك ما أخذتها مني البارحة؟ قال والله ما أخذت منك شيئا. أنت تجزم أن هذا يكذب. هنا حكم الشرع في الرضا بالله عز وجل باقي لا شك، لكن في هذه الصورة أنت تكذبه هو، ولست في مقام القضاء الذي يجب أن ترضى بحكم الشرع. فلو أنك رفعته إلى القاضي وقال القاضي ليس لك إلا يمينه، كما قال صلى الله عليه وسلم للأشعث بن قيس ليس لك إلا يمينه، قال يا رسول الله هو فاجر لا يبالي ما يحلف، قال ليس لك إلا يمينه، ما الذي ترضى به؟ الحكم نفسه، ترضى بالحكم الشرعي، حكم الشرع ترضى به، نعم. أما هو فأعلم أنه يكذب، لكن حكم الشرع بأنه ينتهى إلى اليمين، أنا أرضى بحكم الشرع، أما هو فأعلم أنه يكذب. يعني لا شك أن مثل هذه الصور تكون صورة الحلف فيها الكاذبة واضحة.